جوفرين انا تما عرفت بان قلت مع راسي هاد السيد هذا ما غاديش تخرج لي طريفه في هاد البلاد هذه. ما فهمناش جوفرين، ما فهمناش، ما قراناش مزيان. قال لي بيني وبينك، قال لي نحن لا نعترف بمغربية الصحراء، هذاك اتفاق هذاك تم بين المغرب وبين امريكا. قسما بالله العلي العظيم الله يجزيه صحتي. انا نقول لك من بين الاسباب اللي خرجات على جوفرين واللي خلاته ورجعته بهذا الشكل، انا خاصك تشوفوا النهار الاول كي جا كان مستكينا، كان مسالما، كان مطيعا، كان مطواعا. اللي من بين الناس اللي خرجوا عليه هما المغاربه، هذيك ديال الدار داركم مرحبا بكم. ما فهمناش اليهودي، اليهودي الصهيوني، خليني نقول اي مكان فيه تاريخ ديالو، الوالي الصالح ديالو، التراث ديالو، كيقول لك ديالي حقي. المهم طامعين فينا هنا طبعا. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. شمه درشور خبيره في العلاقات الدوليه وتحديدا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. نستضيف شمه اليوم لتسليط الضوء على واقع الذي تعيشه اليوم غزه، كما سنلامس مع شامة موضوعا شائك. القائم بأعمال إسرائيلية في المغرب يصدر بيانا مثيرا للغاية. مرحبا شامة. مرحبا بك سي مهداوي. نهار كبير هذا. الله يكبر بك. الله يبارك فيك يا شامة. شامة، عنبداو من فلسطين. سؤال مباشر، كيف تقيمين عد الهجوم اللي وصفوه العدد من المتابعين بالهجوم النوعي وكبد خسائر إسرائيل؟ كيف تقرأين هذا الهجوم؟ كنقراو بالنسبه لي رد فعل طبيعي، لان الضغط يولد الانفجار، وخاصه في ظل وجود حكومه يمينيه متطرفه ومقرفه بهذا التعبير هذا، مقرفه. الوزراء اللي فيها وعلى راسهم الغفير، التصريحات ديالهم اللي هي تصريحات قاتله. هذيك القضيه ديال حنا الوحيدين اللي عندنا الحق التواجد في هذه المنطقه، وليس فقط في فلسطين، في المنطقه كامله. حنا الوحيدين لأسباب عرقية ولأسباب دينية، حنا الوحيدين اللي عندنا الحق في الحياة. وبالتالي هذا رد الفعل كنشوفونا رد فعل طبيعي. سميه مقاومة، سميه إرهاب، أنا نسميه الضغط يولد الانفجار، والتطرف يخلق التطرف، والدم يخلق الدم. صافي باختصار. إذا رد فعل طبيعي ومشروع. جدا ومشروع وعادي، لأن خاصنا نشوفوا الحكومة المتطرفة اليمينية المتطرفة والتصريحات ديالها والخرجات ديالها والخطط ديالها في القضية ديال عملية الدم. عملية الدم باختصار هي أنهم عينيهم ماشي في قطاع غزة، عينيهم في الضفة الغربية، عينيهم في الأردن، أن مرتفعات الجولان اكزاكتومون، أن كيحاولوا ما أمكن. هو أوكي غادي يوصلوا لحل الدولتين، وما تنساوش عاوتاني واحد النقطة مهمة، هو أن الإطار اللي جا فيه هادشي كامل من بعد تصريح ومقابلة تلفزيونية اللي دار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال بأن إفكتيفمون قربنا أنه نوقعوا اتفاق تطبيع بين إسرائيل وبين السعودية برعاية أمريكية، بمقابلة ناخذوا البرنامج النووي السلمي باش يكون واحد القوة متوازنة، لأن إيران قربت أنها تحصل على النووي، زائد مقابل بان صافي حل الدولتين من اجل واحد الاجنده كبيره كتخدم عليها امريكا سميتها تصفير المنطقه والصفر. تصفير صفر صفر مشاكل، يعني حل مشكل ديال الصحراء، حل مشكل ديال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. والسعوديه شرطات بان خاص يكون وعود اللي هي ثابته وقالها تبيضا وحقيقيه بان القضيه ديال حل الدولتين، ولكن حكومه اليمين المتطرف اللي نتنياهو ما قادرش عليها واللي اومانتو محتاجه باش يقدر هو يهرب من الحبس وما يدخلش في المحاكمه، واللي باش يهرب من عنده ملفات فساد، ملفات فساد، وعنده ملف ديال الشارع الاسرائيلي منتفض، باش يقدر يهرب من هذا الشيء كامل. بايدن طلب من نتنياهو انه يسيطر على حكومه اليمين المتطرف وعلى اصدقاء بن غفير، وانهم يوقفوا عمليه الضم، لان عمليه الضم كتعني بان غادي نديروا واحد الاردن جديد. ان هذا الاردن اللي كنعرفوا حنا ما غاديش تبقى، وغادي يكون ضم الضفه الغربيه، ضم ما سبق من الضفه الغربيه اللي ما فيهاش مآثر يهوديه، ما فيهاش مآثر دينيه يهوديه، لان احنا دائما خاصنا نقراو القيم ديال اسرائيل مرتبط بالاسطوره اليهوديه، مجيء المسيح المخلص وقيام السلام في العالم، ماشي فقط في المنطقه، حين يحكم اليهودي العالم، وبدايه حكم اليهودي للعالم هو السيطره على القدس. حنا ما كنسمعوش مزيان التسميات اللي كتطلق على العمليات العسكريه، بحال مثلا العمليه العسكريه اللي طلقتها اسرائيل في واحد رمضان من بعد ما طرات التطبيع مع المغرب مع الامارات، كان سميتها حارس الاسوار. حارس الاسوار اليهودي، اليهودي او اليهودي الاسرائيلي او اليهودي الاسرائيلي، ما يهمه ان يظل داخل اسوار القدس،
ماشي خارجها. ماشي خارج. وبن غوريون كان كيقول لهم شي انا يعطيوني انا هاد قال لهم هكذا هاد المنديل الورقي هذا انا غادي نقبل به يعطيني غير هذا. انا بالنسبه لي هويا يبقى غير داخل الاسوار القدس. المشكل هو ان اليمين المتطرف ولا كيقول لك اي بلاصه فيها تاريخ يهودي بما فيه السعوديه بني قريضه خاصنا نرجعوا ليه وبما فيه المغرب. دونك هنا ولينا ملي كان ملي ولا القرار ديال التطبيع مع هاد الناس هادو اللي كان ما كانش مع الحكومه اليمين المتطرف كان مع حكومه يمينيه في ديك الوقيته ودابا جات يمين المتطرف. كان شنو لوبجيكتيف من الدول العربيه داخل في الاجنده الامريكي ديال تصفير المشاكل؟ خلينا حنايا صافي ما بقاش هاد المنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا عفوا عليا الله ما يكونش في هاد زعزعه الاستقرار اللي كان هنري كاسنجر كيقول لك هاد المنطقه كامله خاص دائما تبقى في حال الاستقرار ودائما كتكون الامريكي شاد بهكذا ومعمر ما يكون الحسم سام. دابا لان كاينه الصين كاين المد الصيني كاين القوه الصينيه وكاينه اسيا كاين الهم كامل ديال الصراع اللي غادي يكون اتجاه اسيا. دونك امريكا قررت ان اوكي بدل ما تعمل مع ايران على انها خصم غادي نتعامل معها كحليف وغادي يكون ايران وتركيا واسرائيل هما اللي كاينين في المنطقه. العالم السني تمثله تركيا وعندك اسرائيل وعندك ايران تمثل العالم الشيعي. هنا ما عندكش العرب كلهم عجم والعالم اللي هو يا ديال السعوديه وديال الدول يبقاو دول صغار يبقاو واخا شما باش نفهموا هذا الاطار كامل ماشي مجرد انا كسميره ماشي ماتش ديال الريال والبارسا هذا اللي شكون غادي يربح شكون اللي غادي يدير. وزائد واحد نقطة مهمة جدا هي كاع الصحافة الأمريكية بصفة خاصة الصحافة الغربية إن فترة هذا الشيء كل شيء خرج في العناوين وكنت أنا كسبت هذا الإطار ديال أوكي هذا راه 9/11 هذا راه 9/11 هذا راه أحداث نفس السيناريو ديال 11 من سبتمبر. الناس كيتقلقوا ملي كيقول لك واش هذا معناه بان حنا كنقللوا من شان حماس وكنقولوا لا راه حماس ما دارش الوغ كل علاش يعني كاين واحد الإحساس ديال الرغبه في البطوله يعني الناس دابا اللي فرحانين بهذه القضيه لان كاين القهر كاين الظلم كاين القهر على المسلم على كل هو مسلم عربي الوغ كو لا راه ماشي ملي كنقولوا حنا 9/11 او 9/11 من سبتمبر هو نفس السيناريو 11 من سبتمبر من بعد كل شيء عرفت امريكا اعترفت بان سمحت بان تحني راسها قليلا حتى تسمح لنفسها بعد ذلك بالركل والرفس ودير ما بغت في العالم الاسلامي. نفس القضيه دابا عندنا حنا 7/10 اللي هو 7 اكتوبر نفس السيناريو. هنا غنسولك يعني يسمح لامريكا امريكا شنو اول حاجه بات صيفطات لك هو الحامله ديال الطيارات الهجوميه. انا غنوصل لهذه النقطه. انا بغيت نسولك شيماء وعفاك باش سؤال في غايه الاهميه. داخل بعض الاوساط اليوم يقولون بانه يمكن ان حماس استدرجت الى هذه العمليه اللي دارت. كينطلقوا الناس واحد الفلسفه تيقول يستحيل هذا المصاب وهذا اسرائيل اللي عارفه الصراع التاريخي وعندها دور كبير ومدعوم من طرف ميريكان ومدعوم من طرف المخابرات الدوليه غيجيو حماس وغيديروا هذه العمليه النوعيه وما غاتسيقش اخبار زعما اسرائيل. بمعنى اخر ان حماس استدرجت لهذه العمليه لاهداف فيها نتنياهو الفساد ويتخلص من النقاش الداخلي اللي عنده الوطني فيها هاد 11 سبتمبر انت فتحتي لي الشهيه 11 سبتمبر 11 سبتمبر نفس العمليه اذا كانت امريكان بعد 50 سنه من الحرب دخلت افغانستان بها فرضت قانون الارهاب على العالم الاسلامي والعالم العربي الاسلامي دوز قانون الارهاب بسرعه قياسيه في هذا السياق واش ممكن انا اتساءل واش ممكن تكون هذه العمليه دارت ان حماس جرت الفخ بمعنى الاسرائيليين غيضحيو بشويه الفلسطينيين عفوا غيضحيو شويه المدنيين غيضحيو شويه كذا كذا ولكن عندهم ربح اكبر ما عرفتش اي واش ممكن حماس تكون استدرجت او لا حماس دارت عمليه نوعيه عن وعي واليوم اللي في دائره الضعف ولا في دائره الهزيمه هي اسرائيل. انا نقول لك بزوج صحاح الروايتين والتفسيرين بزوجهم صحاح. علاش؟ في اوت هذا السابق نشرت واحد لو سيت ديال اسرائيل سميتو ميموري نشر ارتيكل مقال قال فيه بان بين سبتمبر واكتوبر ستحدث حرب في هذه المنطقه وعطات الاسباب يعني استخباراتيا اسرائيل في خبارة العمليه لهذا على مستوى بايدن وعلى مستوى نتنياهو وعلى مستوى دول عربيه اخرى ما غاديش نسميها مستوى المخابرات الدول العربيه قريبه من المنطقه في خبارهم العمليه اللي غادي تطرى سمح وليس استدرجت حماس سمح سهلوا سمح خلوهم ولكن لم يتوقعوا ان الخسائر غادي تكون بهذا الشكل المذهل. سمح يعني توقعات ديال 10 20
ماكسيموم 20 ديال الناس، ولكن اللي ما توقعوش هو هذه الخسائر هذه كامل. نرجعوا للسياق علاش سميحه قبل ما تكمل يعني لان باش ما ندير نقطه مهمه. كاين عاوتاني البعض تيقول انهم المشاكل اللي كانت كتواجه المقاومه سابقا. نعطيك مثال، مثلا هانيه فراسو، الجنود ديال هانيه فراسو كامل كتكون عمليه وكيكون الاختراق الاسرائيلي وكتفشل. اليوم المقاومه وصلت لواحد المستوى على انه كتشتغل بواحد الفلسفه، كاين مثلا خمسه ديال المجموعات ولا سته، حتى ديك المجموعات ما عارفاش شنو واقع. انت كنقول لك سير هنا، هذا هو اللي فاجئ اسرائيل. هنا كانت عمليه نوعيه من حماس. سؤال مهم جدا، خاصني نستحضروا واحد النقطه مهمه، هو ان احنا والاعلام العربي والدراما العربيه والمناهضين للتطبيع حتى المناصرين للتطبيع هم اللي خلقوا صوره اسرائيل التي لا تقام. وكان عندهم اسرائيل شكامه تاريخيا، هذا الشيء علاش ما نمشيش. اكزاكتومون. دونك احنا عمرنا ما انتبهنا لواحد القضيه، واش بصح اسرائيل جيشها لا يقهر؟ واش بصح استخبارات لا تقهر؟ نقراو غير التاريخ، غير التاريخ القريب. هل يقهر الجيش؟ طبعا يقهر. بدا لينا نقهر دافيد غوفرين. انا شنو درت؟ شو قرار دافيد غوفرين؟ هذا خير بلا هذا قصد دليل. المستشاره الخاصه ديالك، المستشاره الخاصه بدليل دليل، هذا ابسط دليل. لان خاصك تشوف طريقه العمل ديال مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب، راه شي كيراقب شي، شي حاضي شي، شي كيكتب تقارير على شي. نفس الطريقه التي تاسست بها اسرائيل. اسرائيل تاسست في 48، ماشي دابا اسرائيل، دابا راه اضعف والدول العربيه اقوى. الدول العربيه دابا ماشي الدول العربيه ديال 1948، طبعا اضعف. ونقول لك حاجه اخرى، المستفيد الاكبر من هذا الفيلم كامل هو نتنياهو، لان نتنياهو كان يحاول، خاص تفهم اسرائيل دولة تقوم على اساسها الاستخبارات ومن بعد اساسها الجيش. المؤسسة الثابتة الوحيدة والتي لا تتغير في اسرائيل، واللي هي كتنتج لك التكنولوجيا، كتنتج لك الطب، وكتنتج لك الزراعة، وكتنتج لك كل شيء، هي الجيش، مؤسسة الدفاع الاسرائيلي. داكوغ؟ الوغ كو كل ما هو غير عسكري في اسرائيل غير ثابت وغير مستقر. سيتادير ان الحكومة كتطلع اقل عام كتنزل، ما عندهمش دستور، يلا كيناقشوا لك الدستور واش نديروا ما نديروش، ما عندهمش نظام سياسي مستقر. يعني الوحيد اللي كيضمن الامان واللي كيسيطر عندك جوج، عندك المحكمه القضائيه العليا ديالهم، واللي كان اخر واحد انا عقلت عليه في 2016 كان عربي مسيحي اللي هو كان الرئيس، يعني هو اللي كان كيمثل الوجه الجميل للاسرائيل. وعندك المؤسسه العسكريه. نتنياهو والفريق ديال اليمين المتطرف حاولوا انهم يسيطروا على ثلاثه، الاعلام ما يكونش حر، ما يكونش ديمقراطي، لان اسرائيل راه ماشي كلها يهود، راه فيها عرب، فيها دروز، فيها مسيحيين، فيها بزاف ديال الحوايج. وعندك ثاني حاجه، عندك العسكر، بغى يسيطر على العسكر وحاول انه يبدا بالسيطره على المحكمه القضائيه. دابا ملي طرا هذا الشيء ديال الطوفان الاقصى سهل عليه انه يسيطر على الجيش، فهمتيني؟ علاش؟ لان اللي ضعيف في اسرائيل ماشي الاستخبارات العسكريه، هي الاستخبارات الاخرى. نعطيك اكزومبل سهل، نعطيك اكزومبل سهل، هذه ما فيهاش نقاش، ولكن لا يعني هذا اننا كننقصوا من حماس. انا ضد ان شي حد يقول لك لا حركه حماس تم استدراجها واستغلالها وتوظيفها ولا كذا، لا، العباره الاصح سمح لها، سمح لها، سمح لها. نعطيك واحد مخرج، اكزاكتومون. نعطيك واحد النقطه اخرى، خاصني نرجع لك لحادثه اكتوبر، لا نسيتك. نقطه مهمه جدا، 23 سبتمبر 2023، يعني ما يبقاش 20 يوم. هذه توماس فريدمان اللي معروف ومقرب من الدوائر الاسرائيليه والامريكيه وحتى العربيه، كتب واحد المقال في نيويورك تايمز بعنوان وات هابند ويز بتوين نتنياهو اند بايدن ات ذا يونايتد نيشنز، ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن في الامم المتحده. وقال بان، قال هو بصوره رمزيه، قال بان بايدن طلب من نتنياهو ما يلي. شوف اخاي، بنقول لك بالدارجه، انت باغي تطبيع، تحمق على التطبيع بين اسرائيل والسعوديه، لانه هو اللي غادي ينقذك من الغضب ديال الشارع الاسرائيلي اللي انت نوطي بسبب ديال المحكمه القضائيه، واللي غادي يحميك من الحبس، واللي غادي يدير لك بزاف ديال الحوايج، وغادي يدخلك للتاريخ بان السعوديه هي رمز العالم الاسلامي السني. وانتم ما تنساوش واحد الحاجه، هما راه باقيين عاقلين بانهم طردوا من بنو قريضه ومن هذاك الشيء، التاريخ راه باقيين عاقلين عليه، راه الناس راه ما فاهمينش هذه القضيه هذه نهائيا. وهذه نقدروا في حلقات اخرى نفسر لك كيفاش يتم تشكيل العقل اليهودي. قال ليه انت كتحمق، قال ليه، قال لي انت، وقال لي انت انا باغي هذا التطبيع لان انا عندي انتخابات رئاسيه وباغي ندخل التاريخ بان في العهد ديالي، ماشي ترامب هو اللي كانت عنده الجراه فقط، انا في العهد ديالي شنو درت ونقهر الجمهوريين ونساو شي حاجه سميتها ترامب، وعندي انا تبعني انتخابات رئاسيه.
ولكن الحبيب ديالي انت راه عندك الحكومه اليمينيه المتطرفه وعندك بن غفير وهذوك الناس راه كيديروا لنا المستوطنه وكيديروا لنا الضم وكيديروا لنا المشاكل اللي ما كتساعدش السعوديه انها توافق. ومحمد بن سلمان طلب مني البرنامج النووي السلمي. انا عارف بان صعيب على محمد بن سلمان يطبع، انا عارف بان صعيب عليا نعطيه البرنامج النووي السلمي، وعارف بان صعيب عليك انت انك وعارف بانك انت باغي هادشي بجوج، ولكن انت خويا راه خاصك دير شي حاجه. شنو هي الحاجه دابا؟ انا بسط لك شنو هي هاد الحاجه. كما كيقول توماس فريدمان هي انك غادي تسيطر ليا على الحكومه ديالك على اليمين المتطرف. وجا في الاخر شنو قال له بالاسلوب ديال توماس فريدمان؟ قال لي انا ما غاديش ندخل السياسه ديالك، انا ماشي من حقي ندخل السياسه كيفاش تديروا البلاد ديالك، ولكن انا كنقول لك شنو كاين ودبر بحينك. هادشي راه في 23 سبتمبر يعني اقل من 20 يوم داكا. نرجع لك واحد النقطه ديال حرب 6 اكتوبر. حرب 6 اكتوبر الا قريتي هذاك الكتاب ديال الملاك، الملاك الجاسوس اللي هو كتبه واحد اسرائيلي على اللي كان الصهر ديال جمال عبد الناصر وكان مستشار ديال انور السادات، واللي هو يعني ما كاينش شي واحد اللي قدرات اسرائيل جند، هو اللي مشى عند اسرائيل وقال لهم انا بغيت نخدم معاكم. يعني انت راه عندك واحد راه حدا انور السادات، راه اي حاجه كيقولها انور السادات، وعندك الملك حسين جا عندك هز الطياره وجا عندك عند جولدا ماير وقال لها راه غادي يهجموا عليك، وجا عندك هاد الصهر ديال السادات وجا قال لهم راه عندنا معلومه عسكريه وبالاوراق راه غادي راه مصر غادي يهجموا عليكم وسوريا غادي تهجموا عليكم. شنو طرا؟ الاستخبارات الاسرائيليه تجاهلت المعلومه الى ان صدمت بحرب اكتوبر اللي كيسميوه هما حرب الغفران او حرب كيبور. علاش تجاهلت؟ لسببين. الغطرسه الاسرائيليه ديال نحن لا نقهر وحنا جيش لا يقهر والاستخبارات لا يقهر، واحد النقطه مهمه جدا اللي الناس ما كيفهموهاش، يمكن لان ما كاينش اطلاع كبير على الدوله الاسرائيليه والمجتمع الاسرائيلي كيفاش كيفكر، هو انهم راه عندك تقريبا 160 جنسيه اللي ما عرفتش شحال عندك في بلاد واحد، شي حاضيشي كل واحد عنده ليغو ديالو، كل واحد يعيش باش يكون هو البطل، ما خاصكش انت تطلع على وديته على ظهره، لان كل ما درتي شي حاجه كتاخذ كريديت، كتاخذ واحد الاطراء بانك انت حامي، انت هو البطل ديالهم في الابطال ديال اليهوديه. دونك على حسب هذاك الملاك الملاك هذاك في الكتاب ديال الملاك شنو كيقول هذاك الكاتب، كيقول لك راه كانت عندهم معلومه، انا عندي المعلومه وانت مثلا الزميل ديالي ولكن في استخبارات اخر ما نعطيهاش لك، لانك انت غادي تعيش البطوله على ظهري انا. ثغرات استغلت وحدها. راه نفس القضيه طرات هنا. ثغرات استغلت وحدها. ياسر من حقها. واخا سؤال واحد اخر من حقها. المحور باش ندخلوا لهاد السيده. انا نقول لك علاش كنقول من حقها؟ لان غير ديغنيمون السي المهداوي راه حركه فتح كانت تصنف انها ارهابيه. منظمه ارهابيه، في اخر المطاف طرات اتفاقيه اوسلو وجلسوا على طاوله المفاوضات، وحماس راه غادي يجلسوا مع طاوله المفاوضات، ولا وجود لحل دولتين سواء بين اسرائيل وسواء بين حماس بدون وجود حماس. لا كنهضر على التوازن، ما كاينش شي دوله كاين وساطه، كاين وسطاء، حماس كتواصل مع اسرائيل عن طريق وسيط، ايران كذب عليك الكاذب، ايران على تواصل مع اسرائيل كنهضر امنيا. انا بغيت نسولك في هذا السياق، اي حرب كما بغات تكون طبيعه ياخذها طرف ما كيكون عنده جوج الحوايج، اما كتكون عنده اهداف استراتيجيه ما نعرف يخرج كاع الاسرائيليين مثلا، او لا كندير معك الحرب باش ندخلك عندي للمفاوضات ونتزع مكاسب. اليوم حماس واش كتبان لك بهذا الافق هاد الضربات شنو الهدف ديالها؟ هنيك جاوب على السؤال اللي قلتي، قال حلقه، وحتى في الصحافه الغربيه كتقول تشان اتو تشان، سيتادير حلقه في حلقه، اليوم انا ضربتك غدا زد حسيني، ساشون كو راه غير هذه ميم با شي شهرين يمكن لا بقيت عاقله، راه وصلوا لهم تل تل ابيب، راه كانوا ديال 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 اطلاق الرصاص في تل ابيب، يعني تسلل ديال الناس من غزه لداخل ديال تل ابيب. حماس انت يعني كقطاع غزه انت كاسرائيل راه انت ما محتاجهاش، انت عندك هدف اخر هو الضفه الغربيه، وانت باش باغي تاخذ كدير عمليه الضم وهاد المستوطنات، انت بالنسبه لك الحل ماشي في انك تجلس مع حماس ولا تجلس مع السلطه الفلسطينيه، انك الاردن عينو على اردن جديد، تاسيس اردن جديد. نرجع لك واحد النقطه مهمه، دابا بايدن ما خاصكش تشوفو كبايدن، خاصك تشوفو كباراك اوباما، وباراك اوباما والفوضى الخلاقه وذاك البروغرام كامل اللي كان دارو في عهد باراك اوباما، دابا باراك اوباما زوج، انا كنسميه باراك بايدن. باراك بايدن باراك بايدن نفس السياسه، ان استكمال ما بداوه في ديك في الوقيته ديالهم ديال 2011 اللي هي شنو، راه ما تنساش راه باقي عندك الجزء الثاني اللي هو الملكيات اللي مستهدف. انا بالنسبه لي عندك المملكه الاردنيه الهاشميه، عندك المملكه السعوديه العربيه، وعندك المملكه المغربيه، السبب واحد احنا مستهدفين اكزاكتومون. شنو هما هاد الاسباب؟ هاد الاسباب هما ان ملكيات
تقوم على أساس ديني. تقوم على أساس ديني. نظام الحكم في هذه الملكية ثلاث، عندك الأردن راه هي اللي تدير المسجد الأقصى، عندك السعودية، عندك بلاد الحرمين. ماشي يمكن تفهم هذا الشيء اللي كيوقع في المغرب. وعندك المغرب، عندك إمارات المؤمنين. دابا مثلا عندك إمارات المؤمنين. كنشوفوا المثلية بواحد الطريقة في المغرب، كنشوفوا بعض التشجيع صفحات كذا على الأعراض. علاش؟ القيم ما بقاتش في المغرب. علاش؟ ضرب لإمارات المؤمنين. وضرب امارات المؤمنين، لو ضربتي امارات المؤمنين ضربتي المغرب وصافي سالينا. احنا واقفين في هذه البلاد بعد الله عز وجل عب امارات. امارات المؤمنين، علاش؟ لان داخله في هذا البلان اللي قلت لك ديال الفوضى الخلاقه ديال استكمال ما تبرجوا في 2011 والمملكيات القائمه على اساس ديني. عفاك باقتضاء بانه تبارك الله كتبان. عندي بزاف ديال. لا غير باش نسدوا سؤال باقتضاء. ميريكان هاد الطيار اللي صيفطت هاد المصيبه هذه كيفاش كتفسري هاد الدراعيه؟ وهي كتشوف انتهاكات يوميه كتمارسها اسرائيل وما كتدخلش وما عاد بان ليها حق الدفاع على النفس ومصيفطه هاد الطيار ومصيفطه هاد الدعم. ميريكان وفرنسا هاد كيفاش كتفسر هاد؟ فرنسا عندها كنيسه في القدس، ما خصناش نسوا هاد القضيه، وعندها التواجد المسيحي في القدس. فرنسا العلمانيه اللائكيه راه عندها واحد التيار كاثوليكي اللي هو كيستافد. هذه بين قوسين دائما كنقول بان المغرب في نظام الحكم السياسي ماشي فقط غير إمارة المؤمنين، الدين عنده واحد القوة، ماشي فقط هنا كان في المغرب. أمريكا نفس الشيء، أمريكا تفسر جوج ديال الحوايج، تفسرها ب 1911 بأن راه كانت موجدة لك هذوك شنو غادا دير، عندها العراق وعندها أفغانستان وكذا، دابا مع 17 لا ميم شوز، يلا غير طرا لهذا المشكل لقيتي هذيك الحاملات الاخيره الحاملات ديال الطائرات الهجوميه راه جات غير من القاعده الامريكيه في قطر، ما جاتش من الامريكان، خاصنا نفهموا هذه القضيه هذه. والنقطه الثانيه هي ما كنساو واحد الحاجه، هو العامل الديني، الوازع الديني في النظام السياسي ونظام الحكم في الاداره الامريكيه سواء كانت ديمقراطيه او كانت جمهوريه. زائد ان كنقولوا الوجود ديال ايباك واخا كان تراجع ما بقاش قوي بحال اللي كان، ولكن هو باغي يسترجع القوه ديالو. وحاجه نقطه اخيره خاصني نقولها لك، الله يرضي عليكم الناس اللي باش بغيو يفهموا اسرائيل، ما تفهمهاش من داخل اسرائيل. اسرائيل تدار من امريكا، خاص تفهم السياسه الامريكيه، ما تشوفش لي انا اسرائيل بدليل ان دابا شنو كتقول، شنو كيقول لك بايدن؟ كيقول لك بان قتلانا امريكان قتلوا. حنا عارفين بان راه مشيت تقلب راه شحال واحد عنده اسرائيلي وحامل براسه هذا نتنياهو، ولد الرئيس الاسرائيلي الوحيد الذي ولد في امريكا. لا يعني الصحفيه سميتها ديال فلسطين اللي تقتلت الجزائر شيرين عقله ولكن امريكيه جنسيه. ولكن علاش ما كانتش من قتلها؟ علاش ما دافعش عليها؟ لا هذيك جهه اخرى هذيك. ايوا اذا تناقض هنا، حيت عندك كتنسى واحد الحاجه، هو التيار المسيحي الصهيوني هي مسيحيه ولكن ماشي من التيار المسيحي الصهيوني اللي هو الخلفيه الدينيه. لان واحد النقطه الخطيره ما يسالوش النقاط هذه هذه وتسلم. لا غادي ندخلوا باقا عندنا محور. هذه شوف مهداوي، انا هادشي نقولوا وما عرفتش شحال غادي نعيش في الدنيا هذه. اسرائيل وحتى في امريكا راه يؤمنون راه ماشي فقط غير هضره، بان كل ما كان الدم اكثر وكان الصدام اكثر كل ما غادي تقترب نزول المسيح المخلص. اليهود المتطرفين اللي هما المتدينين المتطرفين ما كيامنوش حاجه سميتها مسيح جا، هذا كيقول لك فيك، هذاك مزيف باقي عاد غادي يجي، وكيقول لك ملي غادي يجي عاد اليهودي سوف يعيش في سلام، وتيقول لك ملي غادي يعيش اليهودي في سلام العالم سوف يعيش في سلام. اليهوديه ما كيامنوش بان كاينه الجنه والنار واليوم الاخر، كيقول لك انا حدي هنا. علاش ما كيقول لك المسلمين لا احقر كيخافوا من الموت؟ لا ما كيخافش من الموت، راه هو بالنسبه لي ما كايناش حياه اخرى، والحياه الاخرى هو ان يوم القيامه بالنسبه له نزول المسيح المخلص، وان بين جبل صهيون وبين القدس بين الهيكل بان هذيك هي الجنه، سيتادير هما كيبنيو الجنه اللي هما غادي يعيشوا فيها. واضحه شامه. نمشيو هذا ماشي اساطير، راه حقائق تقوم عليها دوله. حقائق هذه شامه. غندخلوا دابا انا راه محطوطه في لائحه معاده الساميه باش تكون. شوفي لا راه تيان خطير. لا شوفي شامه، غنمشيو لهذا البلاغ اللي دار السي كوفرين. بعدا سؤال سي كوفرين صافي امشي بحالي. لا ماشي مشكل، انا كتعرفيني اي واحد كنهضروا معاه دابا عندنا في البلاد هنا وكيستقبلوه، ولكن غنناقشوه. هاد كوفرين انا ما نقول باغيتي السي كانت كتستفز السي السفير المزيف سميه انت اللي بغيتي على اي بس ماشي السفير هذا السيد هذا هذا البلاغ اللي فوق ارض مغربيه وجاب لينا ايران كيحرض عليها
اوكي انا نعطيك حتى العبارات اذا سمحتي لي بعدا فيها تتحمل حماس كامل المسؤوليه عن هذا الهجوم الاجرام هي ايضا دابا غير اخلاق دبلوماسيه كنتي في واحد البلاد بلاد عدم مواليها نتايا كدير واحد الاعمال وهذيك البلاد خرجت موقف رسمي كتقول هذه الاحداث نتيجه انسداد افق وعطيتي اما سكت اما سير لبلادك وقولها فوق ارض مغربيه وساكن معنا والتكسكسو ديالنا وطاجيننا وخيراتنا وكيستفزنا بهذا الموقف ضد اللي قال الملك هذه وحده وبغيتك تعلقي لي على هذه العباره يجب على المجتمع الدولي ان يتدخل من اجل فتح جبهه اخرى ضد اسرائيل قبل دول المحور ايران لبنان سوريا سوريا خوتنا شقائق عرب ومسيح وكاع داكشي الاسلام واللي بغيتي تما العرب ايران عندنا علاقه بها علاقه دينيه وعلاقه اسم بغض النظر على بعض التوتر مع السلطه ولا كذا لبنان علاقه ما يمكنش نحل حدودها كيفاش انت يا براني اجنبي فوق هنا واكل خيري وكتكرفص على ناس عندهم روابط دينيه عرقيه تاريخيه هاد الزعامه كيفاش كتفسرها علما انه ما دارتها لا اللي في مصر اكزاكتو ما دارها لا في الامارات ولا في البحرين ولا في الاردن ولا في الوحيد في المغرب اللي خارج واش حنا زعما لهالدرجه استبيحت ارضنا استبيحت السؤال هو شكون اللي نصرو شكون اللي نصرو في المغرب شكون اللي مدصرو اكزاكتو اذا كاين شي واحد مدصرو انا كنعرفو مزيان كنعرفو بحال اللي كنعرف الخطوط ديال الكف ديال يدي كنتي معاهم شخصيه ضعيفه جدا شخصيه مهزوزه ومهتزه شخصيه اللي هو تقول ليه جلس جلس ما بغيتش نقول كلمه اخرى لا خلي بدون طلع طلع هبط هبط سير لي ديالك بدون اساءه لا دي ماشي اساءه شنو كنت كنقول لك لا قواعدنا د المهنه شخصيه متوتره جدا وكنت كنقولها لفوجو بانك انت خاصك تضبط اعصابك راه ملي كانوا كيتلاقاو معاه الصحفيين كنت كنهضر معاهم الصحفيين راه شاهدين دائما كنعيط لهم قبل ما تديوش عليه راه هو هكذاك راه عصبي وما تيعرفش وماذا نقول لك واحد النهار شنو قال لي اول انترفيو غادي يدوز في المغرب داروا مع لو سيت ديال دوزام كيترعد ملي سالا جيت قلت له لان انا من بين الاشياء اللي كندير هو كندربوا على كيفاش يهضر في هذا لانه هو واخا كيهضر مزيان بالعربيه مي خاصو يحفظ الفكره جاي ما عارف والو على المغرب شنو قال لي في الاخر ملي سالينا قال لي شما خاصك تعرفي واحد الحاجه مزيان هو انني انا اول مره كنتلاقى بصحفي عربي وكيسمح لي انني نهضر معاه هو كان في سفير في مصر قال لي انا كنت مقاطع في مصر عمري ما هضرت مع صحفي عربي انا نهضر لك انا في القناه الاسرائيليه ولكن انا عربي انا ولكن واش حقيقه ولا غير كاينه لا ما كاينه ورش انا قلت لك كنعرفو بحال اللي كنعرف الخطوط ديال الكف يعني انا نجاوبك الاهم حيت هو بالنسبه لي ماشي مهم هو يمثل وزاره الخارجيه وسياسه وزاره الخارجيه الاسرائيليه انا بالنسبه لي ملي كنتقدو ما كنتقدوش هو ما كيهمنيش هذا اللي كنتقد هو السياسه الخارجيه الاسرائيليه تجاه بلادي صحيح فالالين مي هو لا بغيت نقول لك انا كشخص هو عنده عقده سميتها عقده مصر الاضطهاد او المقاطعه او التنخال التجاهل اللي كان عنده في مصر راه ملي جا هنا من بين الاسباب بلاتي اذا مصر كانوا منخلينه بيان سور محقور ما كيقدر يدير حتى شي حاجه في مصر وهنا كيدير وهنا انا نقول لك من بين الاسباب اللي خرجات على كوفرين واللي خلاته ورجعاته بهذا الشكل انا خاصك تشوفوا النهار الاول كي جا كان مستكينا كان مسالما كان مطيعا كان مطواعا اللي من بين الناس اللي خرجوا عليه هما المغاربه هذيك ديال الدار دارك ومرحبا بك وما فهمناش انا غادي نعطي واحد النموذج قالوا لي دار دارك قال لي راجلي قال لي راه كنقول لك مرحبا بك الدار دارك ولكن ما تدخل تحدك الصالون ما تدخلش عندي غرفه النوم حاول هو انا يدخل غرفه النوم بعيدا عن قضيه ديال التحرش اللي بالمناسبه هذاك التحرش صحيح صحيح وكل شيء ومن اثره هي موظفه اسرائيليه في المكتب الاتصال الاسرائيلي وليس شما درشول شما درشول فضحت الامر قبل ولكن ما تعرضت له هي موظفة مغربية إسرائيلية كاين معطى كاين قرائن كاين وسائل إثبات راه عطيتهم أنا ملي داروا التحقيق راه قلت لهم أنا شنو كاين بدليل بيان سور شهدت وعارفين كل شيء راه هي هذيك باش تحبوه شهدتي لجنة التحقيق اللي جات كتحقق واللي هي رغبات وطلبات وزادات العام ما فتحتش شي بحث أنا ما عندي حتى فكرة في هذا الشيء ما عندي حتى علاقة ولكن أنا شهدت بما يقال شوف أنا عام قبل ما يطرى هذيك القضية أنا هضرت على هذا الشيء هذا وما بغاش ندخل في التفاصيل أنا نقول لك ديفيد غوفرين على مستوى قضية التحرش ما مظلومش ولو قطرة تحرش بموظفات إسرائيليات وبموظفات مغربيات وماشي غير هو بوحده موظف إسرائيلي آخر هذا ماشي موضوعنا غير هي باش نقول واحد الحاجة هذا السيد علاش ما تحرش في مصر علاش تحرش في المغرب هو السيد أصلا أنا أقول لك واحد نقطة أول لقاء تلاقيت به باش غادي نجلسوا كنخدموا أنصومبل قال لي بأن القائم بالأعمال الأمريكي قال لي اللي كان ديفيد غرين هو كان سميتو ديفيد غرين كان هو يهودي أمريكي قال لي بأن الدبلوماسيين في العالم
كلهم كيحماقوا ياخذوا منصب في المغرب. قال لي علاش؟ قال لي لان ما كاينش مشاكل، ما كاينش، كاين الجوزوين، المعيشه رخيصه، كاين ناس مزيانين، كاين استقرار، كاين هدوء، كاين يعني ما كاينش هذاك الضغط اللي كيعرفوه ناس اخرين. هو يدير في هذاك، قال لي ان ذير ار ويمن، كاين نساء. انا تما هذا غوفري، هذا كيعاود ليا شنو قال ليه القائم، هذاك دافيد غوفري كيعاود لي شنو قال ليه القائم بالاعمال الامريكي. لا قائم الاعمال ما قال ليش ويمن، ما قال ليش كاين نساء. غوفرين انا تما عرفتو بان قلت مع راسي هاد السيد هذا ما غاديش تخرج لي طريفه في هاد البلاد هذه. ما فهمناش غوفرين، ما فهمناش، ما قراناش مزيان. هو بالنسبه ليه جا لي الارض ديالو في اسرائيل ما قدرش يدير شي. واحد نهاريه الصحفي انتقدو، قلت ليه هاد الصحفي راه كيخربق لنا الخدمه، صحفي اسرائيلي. قال لي ما عنديش الحق نهضر معاه. وانا نهار اللي كتبت اعترضت على داكشي اللي دار العثماني وكتبت تدوينه وقلت بان انت ما فاهمش الدوله المغربيه مزيان، الا درتي هادشي على العثماني راه الملك هو اللي غادي يحمي العثماني. اسال العثماني غوفري طبعا، واسال الملك قبل ان يسال العثماني. عافاك شفتو النقاش، هذا السيد اسال النساء المغربيات واساء رئيس حكومه المغرب. علاش كنقول انا كنكتب هذه زعما كنخاف على حتى شي حاجه وكنقول الحق، راه بلادي هذه. علاش كنقول بانه اساء الملك قبل ان يسال كل شيء؟ ملي علنتي راسك كسفير اي حق؟ فين هي اتفاقيات فيينا؟ هو على راسه سفير طبعا، الوغ كو هو مدير مكتب الاتصال. حنا ما عندناش سفاره مع اسرائيل عباد الله. حنا عندنا الشرط، شوف السي الحمداوي، السي مهداوي، حنا عندنا البلاغ الديوان الملكي في نهار 10 ديسمبر 2020 اعتبره هو الدستور الذي يؤطر العلاقات المغرب بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي. تيقول لك هذا الصراع، تيقول لك اعاده فتح مكتب الاتصال الاسرائيلي ياك، وتيربط لك برفع التمثيليه الدبلوماسيه بين البلدين الى مستوى السفاره بالعوده الى مفاوضات على شرط حل الدولتين، والقدس الشرقيه هي عاصمه الدوله الفلسطينيه، وحمايه الموروث الاسلامي. راه انا كنساو حمايه الموروث الاسلامي في 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 القدس، كنساو حنا هذه القضيه هذه. نرجع لك انا السؤال اللي قلتي، نختصر عليك. علاش غوفرين كيدير هادشي؟ علاش؟ نختصر عليك. علاش كيدير هادشي؟ لأن حنا ماشي رجال. شنقول لك؟ كنت نجاوب واحد الجواب صح، علاش رجع؟ حيت رجعت الدليل حتقول لك حنا ما لقيناش رجال. لا بالعكس، بلادي فيها رجال والعيالات في بلادي رجال. لا وفق هادشي أنا دابا خاطري ضربت. لا أنا نقول لك هو يشوف هو مصرين. شاهد تقول لي كاين هناك نساء في المغرب، يقول هذه أنا مغربي. أه مصرين. هناك نساء. لا أه قال لي أن ذير ويمن، هذيك راه تصارع، أنا راه كنت جالسة. راه قالها أنا، راه جالسة، راه قالها لي أنا، راه ما قالهاش لي شي آخر. هو رجال بمعنى لا ذير ار ويمن، هو تيقول لها فمو، تيقول لك انا قال لي فمو، كيقول لي انا جو سوي فابل اونفيغ لي فام، قال لي فمو. وكتبها في، كتبتها نشرتها في اوت في المنصه ديال البهاموت ونشرت كل شيء، ودابا الكتاب غادي يتطبع في مصر. وانا علاش اختاريت مصر؟ نكاية فيه، لان انا عارفه هو شنو هو بالنسبه ليه مصر، لا هو ولا اي اسرائيلي. مصر بالنسبه ليهم ربح الله ديال الارض، مصر راه هي المستقبل، هما راه الهدف ديالهم راه العودة إلى السعودية والعودة إلى مصر. راه عندك قمة النقب وهذا الشيء، راه هما راك شاك ساندي كيحلموا بالعودة إلى مصر. راه ماشي فقط غادي يبقى لك هو في الضفة الغربية ولا كذا، راه هو هذا هو الحلم. هما عندهم حلم سيطرة على المغرب. شوف نقول لك، أنا نختصر لك هذه القضية ونرجع لك، لأن باقي ما جاوبتكش. أنا نختصر لك، نعطيك حيت كل شيء كيطرح هذا السؤال. اليهودي، اليهودي الصهيوني، خليني نقول أي مكان فيه تاريخ ديال الوالد الصالح ديالو، التراث ديالو، كيقول لك ديالي حقي. هما طامعين فينا هنا طبعا. واخا سؤال طبعا، نقول لك واحد الحاجه، بغيتي المغرب يحمي راسه من هذه القضيه، وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في المغرب خاصنا نزيدوا عليها هو الشؤون الدينيه، وتكون السلطه هي تحت حمايه الداخليه، تحت التدبير الداخلي. راه ما كاينش يهودي يقدر يقيس مثلا شي والي صالح ولا شي حاجه بلا الاذن ديال الداخليه ولا الاوقاف الاسلاميه، لان حنا عندنا اماره المؤمنين، بدليل ان قبل تطبيع راه كان واحد الضغط كيديروه هما، على اعطيونا الاولياء ديالنا الصالحين، بغيتونا ما تطبعوش معنا، اعطيونا الاولياء الصالحين ديالنا نمشيو ندفنوهم حنا في اسرائيل. نرجع لك عافاك لهذه النقطه باش نجاوبك، لان مهمه جدا. علاش غوفرين كيدير هذه القضيه هذه؟ اولا بلومبرغ، الصحيفه ديال بلومبرغ ماشي غير هي بوحدها، الصحافه الغربيه كلها تقريبا كتقول نفس الهضره، كتقول لك هادشي اللي وقع ما غادي يخلي ماشي فقط السعوديه توقف تجمد، الى الحد الان تجمد اتفاق التطبيع اللي كان غادي يتم في هاد الايامات هذه مع اسرائيل، ولكن حتى الدول التي طبعت معها راه غادي تجمد العلاقات ديالها. هو خايف
يعني الخارجية الإسرائيلية خايفة من أن المغرب يدير غلق مكتب الاتصال الإسرائيلي، عارفين بأن المغرب، وقال لي فمو تيقول لك في المغرب يوجد أقوى تيار ممانع للتطبيع. حنا قال لي يوجد في المغرب أقوى وأكبر تيار ممانع للتطبيع مقارنة مع الدول العربية أخرى كلها. إذا بالله ياك ونكمل لك المقطع. لا باش الجمهور تلقاو في راسو. لا أهمية عافاك عطيني. قال لك هو في الدول العربية الإسلامية أكبر تيار مراهق ممانع هما المغرب. قالها بفمه وأنا وعارف ما يقدرش يهضر ما يقدرش يجاوب لأن عارف بأن ما كاينش شي حاجة قلتها ما قلتهاش. بحال النهار اللي قلت نالي فضحتو نالي قال من هالي عين راسو سفير وقلت بان هذه راه دير مأساة والصحافه كتنشر داك الشيء راه مأساة. انت ها شنو عباد الله رجعوا البلاغ الملكي ورجعوا البلاغ الملكي. حنا باقي ما درناش معكم السفاره وعينتي السفاره على انت حطيتي لا دوموند ديالك استقبلك الملك هذا الملك استقبل السفاره علاش انت ما استقبلكش وعلاش بكل وقاحه باقي كتحط لومباسادور فلان مدير المكتب ولا البيع تا ولا هذا اكزاكتو صحه صح. علاش؟ لانه هو مستعن باللوبي المغربي الذي يخدم مصالح اسرائيل في المغرب. بيان سور كاين لوبي قوي حنا راه عارفينه بلا ما راه قال لك كلنا اسرائيليون راه خرج لك نيشان راه الزعيم ديال اللوبي الاسرائيلي خرج لك نيشان. ما سميتها شي حد لان النكيرات ما كنسميهمش ببساطه. نرجع لك النقطة اخرى عرفتي نتلف هي الله يثبتنا الشهادة. قلنا بأنه هو مخاوف من من أن المغرب يعاود إغلاق هذا لأنه عارف تيار الممانعة وعارف بأن الملك بصفته أمير المؤمنين وبصفته رئيس لجنة القدس راه ما يمكنلكش حط لي إسرائيل وفلسطين في نفس الكفة. هو حط لك القضية الفلسطينية وقضية الصحراء في نفس الكفة والبلاغ رجعوا البلاغ عباد الله راه هضر لك على فلسطين كثر ما والصحراء كثر ما هضر لك على إسرائيل. النقطة المهمة نقول لك هادشي علاش كامل كيطرى لان الهضره كامله قبل من هادشي وقع كانت كلها كيقول لك غادي نديروا المفاوضات ياك غادي تكون طويله المفاوضات بين الاطراف المتنازعه في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني واقترحوا بان المغرب هو اللي يصادف هذه المفاوضات هذه. شكون اللي رافض؟ اسرائيل. علاش؟ اسرائيل كتقول لك كفه المغرب تميل دائما الفلسطينيين الفلسطينيين باغي المغرب هو اللي يصادف المفاوضات لان الفلسطينيين كيقول لك حنا كنثقوا في المغرب لسبب واحد الدوله الوحيده ومع كامل احترامي لباقي الدول المنطقة لم تستثمر يوما في القضية الفلسطينية وتدافع الفلسطينيين كيقول لك بأن احنا كنثيقوا والإسرائيليين كيقول لك قبل الفلسطينيين كيقول لك احنا عارفين بأن الفلسطينيين كيقول لك المغرب هو اللي خاصو يستضيف هذه المفاوضات هذه لم يستثمر المغرب وبأن الإسرائيليين ما باغيينش المغرب يستضيف الإسرائيلي تيقول لك حيث الفلسطيني تيقول انا كفلسطيني اثق في المغرب اثق في الدوله المغربيه واثق في المواطن المغربي لان الدوله المغربيه المواطن المغربي الوحيدين الذين لم يستثمروا زعما لم يستغلوا القضيه الفلسطينيه من اجل استثمار المصلحجي ديالهم سي بوغ سا هذا الاخ هذا ما كينقز. شكون هذا؟ هذا الاستاذ اللي سميتيه انت غوفرين سي بوغ سا دار هذاك البلاغ. اولا واحد النقطه مهمه كعيت اسجده بزاف ولا انا نقول لك واحد النقطه مهمه واحد الملاحظه مهمه. اولا هو خرج هذاك البلاغ على صيغه تصريح صحفي لاحد المواقع ياك من بعد يمكن واش داروا فيه واش غوتوا عليه واش قالوا لي حدي راسك واش قالوا لي لا راه ما تسمعش راه ما تحد ما داف داك التصريح الله اعلم. هذا خرج بلاغ هو شحال كوفرين هو شحال هو المكتب راه جا هو في ديبي ديال جانفي نقولوا حنا نحسبوها من توقع من 2020 21 ديسمبر اول بلاغ يصدر على مكتب هذا الاول اول واحد. وملاحظه اخرى ما في عنوان ما في ادريس ما في تليفون ما في ايميل هذا القائم بالاعمال الاسرائيلي حيت علاش هما ما دايرينش لادريس كيخافوا هما بالنسبه لهم المكتب يعني حتى انا سولتي انا واحد الاسرائيلي قال لي راه سولت غوفرين قلت له عطيني لادريس قال لي لا ما يمكنليش نعطيك لادريس لدواعي امنيه وهو اسرائيلي يعني بكثره الخوف انت هنا ومحمي وما كاينش اللي يهضر معاك. كشما ركزي بغيت هذا الاقتضاب دابا وصلنا لهذه الحلقه داخل المغرب الا كان عندكم هذا التخوف واكيد عندكم معطيات ديال هناك جهات ما تريد السيطره على مقدرات هذه البلاد والخيرات وهادشي كيخلع صراحه جنب الله بلادنا كل سوء وحنا الحمد لله عندنا ثقة في بلادنا غير مزيان الإنسان ينبه كوطنيك. بغيت نسولك باقتضاء شنو هي الآلية ولا الطريقة ولا الوصفة
اللي كيخدموا بها باش يسيطروا على الدوله ولا على المجتمع باش خدامين؟ الاعلام. بالاعلام صح. التصفيه. سير شرب الدواء راه ما شربتيش دواك. بحالي انا نالي جبدوا لي اخويا. هذه هي الاليات. علاش؟ لان الهدف هو عزل المغرب عن المنطقه الاقليميه وعن الجيران ديالو والتحكم في الراي العام المغربي وادارته والتاثير فيه، وبان يقولوا الدوله وها هو كيفاش كيفكر المواطن المغربي. وهذا الشيء شكون اللي عنده القدره على التاثير؟ هو الاعلام، هو لي ريزو سوسيو، هما اللي عندهم القدره. هذا قد الانتقاد اكزاكتومون. ولا هضرتي انت حمق، انت كتضرب الحجر، انت كدير، انت كدير، كدير. نعطيك واحد النموذج سي حميد. ديفيد غوفرين اللي خرج وقال بان انا سفير وتم تعييني وكذا وكذا، ايزون بارطاجي داك لانفورماسيون. الصحفي شتي واخا يعرف بان راه تيرون هاد السيد هذا شنو راك تفقي شنو كتقول كتقول، وانا هادشي اللي يؤسفني ما كيقدرش يهضر حميد. انا شفت الحلقه ديالك اللي قلتي فيه لا علاش هضروا ولا قولوا هكذا، راه ماشي حيت عنده مصلحه، راه حيت خايف، حيت خايف من اللوبي المغربي الذي يدافع عن اسرائيل سيطر في المغرب. سيطر اي هذيك ديال اوكي انت غادي تدوي عندي انا شي حد جو سيبا غادي يعيط لك في التليفون صافي دخل هذاك الشيء من الفوق، راه السيد راه اختي كان ما جاش وكتبوا هذيك، راه الدوله المغربيه اللي كتبات. واخا ماشي الدوله، طبعا ماشي الدوله، طبعا ماشي الدوله. هو يخاطب المواطن الاسرائيلي ما كيهضرش مع المغرب. دابا هذه النقطه اللي خاصنا نفهموها، هو كيهضر على راسو. انت مواطن اسرائيلي الله يعاونك، حنا عارفين انت مواطن اسرائيلي الله يعاونك، هذاك اللي كتب كلنا اسرائيليين. نقول لك واحد النقطه مهمه، علاش نهار غوفرين نهار اللي قال السفير كدمت، انا كنهضر كنقول لا خويا انت راه وتبعوني. شكون اللي تبعني؟ تبعوني دبلوماسيين ماشي صحفيين. ما يمكنليش نلوم الصحافي، ما يمكنليش نلومو. داكوغ. ثاني حاجه جي بروفيتي ديال لوكازيون قلت بان انت كنت جالسه انا وياك وكنخدموا على لي ريبونس ديال واحد موقع صحفي مغربي، وقلت لك راه ما يمكنلكش تبقى تهرب من السؤال اللي كيطرحوا عليك الصحفيين المغاربه على الصحراء. قال لي انا اي دونت وونت تو هاد ديك، انا ما بغيتش انا صداع الراس. قلت لي لا راه ما يمكنش، راه التطبيع المغرب الى دوزوه بشريبات الماء وبزز راه من اجل عيون الصحراء. انا غير عمرك ما كنت تكون هنا، راه خاصك تجاوب سينو راه غادي يبدا يشكو فيك. جا قال لي بيني وبينك قسما بالله العلي العظيم يا حميد المهداوي، قال لي بيني وبينك، قال لي نحن لا نعترف بالمغرب في الصحراء، هذاك اتفاق هذاك تم بين المغرب وبين امريكا. قسما بالله العلي العظيم الله يرزقني في صحتي. وجا في الاخر شنو قال لي؟ قال لي شوف اسمع حميد مزيان، قال لي حنا ماشي في صالحنا نغضبوا الجزائر، حنا ما بغيناش نقلقوا الجزائر. لذلك انا نقول لك واحد الكلمه، هاد الناس كيفاش كيخدموا؟ ملي كتشوفوا الى اتاكي العثماني ياك، الى اتاكي ايران، الى اتاكي حماس، الى اتاكي الجزائر، هما الطريقه ديالهم راه ماشي الى اتاك حيت كارهك ولا حيت ما حاملكش، لا حيت يريد فتح حوار معك. فهمتي؟ الطريقه للضغط باش انت تجاوبه، الى جاوبتيه دخلتي عنده، دخلتي عنده اكزاكتومون. هذه هي اللعبه اللي كدار. نقول لك واحد النقطه مهمه نختم بها، مهمه جدا. انا ما استفزني انا في الكومونيكي ديالو، انا ما كنتش قاعد نعلق عليه، البارح علقت عليه في الصفحه ديالي. ما صافي انا بالنسبه لي اللي قلت صوره قلتو في الكتاب ديالي وغادي تنشر في مصر، واللي بغى يفهم واللي ما يفهمش، انا واحد الكلمه كضرني في قلبي. مالوغوزمون الناس وما اقرا ماشي غير لا تقرا، راه لا تقرا، ولكن اللي كيشتغل لي شويه انا الحمد لله كاين ناس في الدولة المغربية سينو ما عمرني كنت نكتب، ما صدعش راسي بالكتابة، تقرأ وتتمعن وكتاخذ داك الشيء وصير. لذلك كنقول الناس كتبوا، ما تبقاش تخلعوا تقولوا لا لا كتبنا غادي يديروا فينا كذا كذا. نرجع لك عفاك لا، والدليل الموقف الرسمي في غزة. طبعا انت خويا ملي كتخرج كتقول لي كلنا اسرائيليون، ولا كتخرج ضد الملك اصاحبي، ماشي غير الموقف الرسمي للدولة المغربية، ضد الملك. الملك هو اعلى رئيس ديال الدوله المغربيه، راه شي راه الحماق. واش عمرك شتي الملك جا قال لك حنا كلنا اسرائيليون؟ هما شادين بوريطانيا اللي يقول لن نكون لسنا فلسطين اكثر من فلسطينيين، ولكن ما عمرو ما قال بان لسنا اسرائيليين، هذاك حنا اسرائيليين اكثر من اسرائيليين. بوريطانيا عمرو قال هذا؟ لا عمرو ما قال هذه الهضره. فلماذا تحملون الدوله المغربيه اكثر من تحتمل؟ قالت لك هذه الهضره. واش الملك اخويا هو ما غاديش يجي يقول الخطاب يقول هذه الهضره هذه؟ علاش كتضغطوا؟ هذا هو اللوبي المغربي، هذا اللوبي المغربي الذي يخدم اسرائيل. انا نقول لك الشماعه تسمحي لي، دابا ما عمر في تاريخ راه غادي نهضر على ايران. لا غادي نهضر على ايران، حنا عند المغرب. لا دابا انا بغيت فرصه باش المغاربه، حيت هادشي كيدوخ. ما عمر في تاريخ هذه المملكه المغربيه كان شخص مع انا ما كنقولش المثلي ولاو كيتظاهروا. الامارات المؤمنين صافي تسلات الهضره. لا الاعلام ولينا كنسمعوا دول كتشري مواقع في المغرب. بيان سيغ. ما معنى الدوله الاجنبيه تشري؟ السيطره على الراي العام المغربي وعزله عن الدوله المغربيه. شكون اللي شكون اللي كيأثر الراي العام؟ راه هي الدوله. شكون اللي كيأثر؟ الدوله صاحبي. لا دول
لا شوف نقول لك واحد الحاجه، انا انسانه كنت عدوم لقوز، انا كنت عايشه في الخارج جوج ديال الدول وكذا، شنو اللي يخليني نجلس في المغرب وانا عارفه هادشي؟ حيت عارفه بان كاين بلاد راه فيها الرجال واللي حاملين. انا راه تم تهديدي بالقتل هاد الناس هادو، انا راه خرجت من داري. يعني شوف الوقاحه، هاد السيد هذا نهار اللي كتبت قلت ليه نتايا نهار اللي هاجم العثماني وكتبت تدوينه قلت بانك هاجمتي العثماني، راه غدا راه المغرب يدير لك السفاره ديال ايران في المغرب، نتوما ما فاهمينش المغرب كيفاش داير، راه صيفط ليا في واتساب عايرني الما انسولتي سيتادير سبني وما يقدرش يديرها مع صحفي اسرائيلي. مكتوب عندك؟ يا سر عندي راه شرتها انا قدب شغال، راه عندي الطريقه ديالي، كتبت عليه كتاب غادي تنشر في مصر، 100 مليون واحد في مصر سبك انت اكزاكتومون. قال لي هذا جيت هكذا الما انسولتي، انا اللي الحماق بغيت نسطر، كنقول انا في بلادي الصفحه ديالي الدوله عمرها ما قرب لي انا شي حد، انا كنمارس حريه التعبير، انت كتقول لي جاي من بلد ديمقراطي. داك النهار سولتك على صحفي اسرائيلي قلت لك قولي، قلت لي لا ما عنديش الحق لان هذاك صحفي اون جدول، وتجي انا تعايرني على وديت ديال حيت قلت لك ايران ختموا ايران في كلمه ايران. انا عطيتك النموذج ديال هذه القضيه على المستوى الشخصي باش نقول لك راه هذا الشيء اللي كيتمارس على مستوى الدوله، سيتادير انا اعيش فسادا في الارض لاني محمي من اللوبي المغربي، ماشي فقط يهودي، اللوبي المغربي الذي يخدم اسرائيل. للاسف انا كنسمي تيار مصلحه في الدوله المغربيه، كاين واحد تيار مصلحه في الدوله المغربيه كتخليها تصير عطيه الميداله وكتعطي لهذاك ديال كلنا اسرائيليون حتى هو كتعطيه الميداله، هذه وقائع زعما بلا ما نقول. هذا ايران للاسف زدني انا في الكومونيكي اللي دار هويا واللي هو خطير جدا، هو اللي تيقول لك اللي قريتي دابا السي حميد خطير جدا، خطير جدا، راه الناس خاصهم يفهموا شنو داير المجتمع الدولي اللي تدخل من اجل منع فتح جبهه اخرى ضد اسرائيل. عرفتي شنو باغي يقول لك؟ تيقول لك بان ايران راه هي اللي كتدرب لك حزب الله، هو اللي كيدير لك في البوليزاريو. اخويا راه جانا واحد الطلاقات ضدنا حنايا، راه لقينا قلبنا لقينا داك التواريخ وداك الشيء اللي لقينا وداك المعلومات الاستخباراتيه ديالنا راه جاي من الجهه ديالكم، لا حنا راه خاصنا نطلعوا للصحراء. اذا جبهه اخرى خاصنا ندرسوا تمايا. اذا جبهه اخرى فهمتيني يا حميد؟ انا فهمتك. اذا جبهه اخرى ايران لبنان سوريا، وتقدر تكون جبهه زعما هنا في المغرب وفي اي مكان، راه بدليل انه هو ملي عطاك بون هذا موضوع اخر بلا ما نهضر فيه، لان ما بغاش ما شي حوايج ما غادي تخضض مازال اكزاكتومون غادي تخضض. ونقطه مهمه في المقال اللي تعرف ديال كلنا اسرائيل، في نقطه خطيره سي حميد، خطيره جدا، هي ملي كتقول لك لا يجب استقبال اسماعيل هنيه، هذا الاستاذ ملي الى اتاكي العثماني شنو دار الملك؟ الى انفيتي اسماعيل هنيه ودار له عشاء ملكي، الملك دار وجبه عشاء عيط اسماعيل هنيه بالعثماني هو اللي كان رئيس حكومه وجابو كرد على داك الشيء اللي دار الارهابي ودار هذا. يعني انت ملي كتقول ما تعيطش اسماعيل هنيه وتقول حماس ارهابي كذا، راه انت خويا الكاتب راه كتقول واضحه بلا ما لا كتقول واضحة. كتقول بان الملك يرعى الارهاب. لا 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 وخاصنا نوقفوا حنايا هاد السلاسه هادي. شوف اخاي انا لا احترم شي حد كيكتب مقال ما كيكتبوش بسميته، كيوقع غير الاسم ديالو وكيجي كيخدم جهات اخرى وعنده تيار ديال المصلحه في الدوله المغربيه. هادشي كله اهانه الملك، هادشي اهانه الملك، هادشي ما مسمحش ليه، غير مسموح ليه. الملك والنظام الملكي في الدوله خط هو احمر، ماشي غير حط خط احمر، يمكن لك تكريتيكي عندك الحق. الملك يسمع، راه الناس ما فاهمينش هذه القضيه، الدوله المغربيه تقرا وتسمع، راه الناس ما فاهمينش هذه القضيه. علاش اخويا انا غادي تحرمني انا نهضر وغادي نقول هذا باش نحمي انا بلادي؟ علاش انا مجبره انا اخويا نكون انا لاجئه ولا نكون مهاجره؟ ولكن انايا باش جي شوف الحميد اللي كيسكت اللي كيسكت اكزاكتومون، نمشي لكندا ندير قناه ولا نمشي للقرينه الكحله، اللي كيسكت على هذا الشيء اللي واقع لان هذا الاستاذ هذا ولا غيره ملي كيهضروا راه ماشي غير كونتر البلاغ الملكي والموقف الرسمي للملك وللدوله المغربيه وكيهينوا الملك، راه يزعزعون استقرار البلاد عباد الله، يزعزعون استقرار البلاد طبعا. واي واحد ونقول لك انا هذه الكلمه، اي واحد كيسكت على هذه الهضره هذه وما كيفضحهمش قائن للوطن. سالات هذا درشو الخبيره في العلاقات الدوليه اسمح لي علاقه. لا بالعكس كنشكرك على سعه الصدر. انا هي كنقول كلشي ما كنقولش. عندي واحد السؤال ولكن لا تجاوبني في كلمه. في كلمه، هل يمكن ان تكون مؤيدا للبوليزاريو ومناهضا لاسرائيل؟ هذه المعادله هل يمكن شخص يجمع ما فهمتش واش يمكن لك تقول انا مع البوليزاريو وانا ضد دابا اسرائيل كتحتل فلسطين كتكرفس على فلسطين اسرائيل والبوليزاريو حتى هي معروفه صنيعه ديال صراع كنعرفوا المستهدف هو المغرب. كاين بعض الدول وبعض الانظمه نجيك للخير الجزائر هو مع البوليزاريو ومع فلسطين، واش يقدر يجمعوا الجوج؟ انا نقول كلمه
البوليزاريو على علاقة مع إسرائيل، هذه ما فيهاش نقاش. وشفت مقتطفات من الحلقة ديالك مع أحمان، المشكلة ديال أحمان أنه إنسان عاطفي بزاف، مي اللي كيقولوا راه يمكن نقول لك 60% اللي كيقولوا عنده حق فيه. ملي واحد النهار صدفني انا البي بي سي على التعليق على الخطاب ديال الملك ديال اسرائيل ديال اسرائيل وديال فرنسا على الخطاب الملكي، طرحت واحد السؤال اللي قلت له ما كيتطرحش في المغرب، في المغرب فقط كيقول لك لماذا لم تعترف بعد اسرائيل بمغربية الصحراء. قلت لهم السؤال الاصح هو ما موقف اسرائيل من البوليزاريو. انا نعطيك واحد المثال، شنو موقف البوليزاريو؟ ما عندوش موقف. لا، اليسار الاسرائيلي الذي يدعم فلسطين هو اللي كيدعم البوليزاريو. هو تيجي كيقول لك حل الدولتين، كيقول لك هو الحل ديال فلسطين حتى الحل ديال البوليزاريو، راه خص الدولتين. هذا اليسار الاسرائيلي، وهذا الشيء الناس ما كيفهموش لان غير مطلعين على الدوله الاسرائيليه كيف تفكر. شكرا لك بزاف. بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه، نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.